نتيجه المحببه طبعا لنادي الزمالك الفوز على الترجي بثلاثيه مقابل هدف وحيد، نتيجه جيده جدا. خلينا اقول لك ان المباراه فيها اكتر من مكسب. اولا فكره ان الزمالك يتقدم بهدفين بعد كده يستقبل هدف ولا والفريق ما يفكش ويفضل متماسك وينجح في انه يفوز، فكره ان الزمالك يعود تاني المنافسه، فكره خدمه الزمالك بالنتائج الاخرى او ان النتيجه الثانيه ما كانتش يعني يمكن حتى الدقيقه الاخيره كنا بنتمنى طبعا تعادل شباب بلوزداد مع المريخ، لكن شباب بلوزداد نجح في انه يفوز. الزمالك ليه كان شكله مختلف في هذه المباراه؟ عشان شفنا حاجات في مباراه الترجي اول مره نشوفها مع جوزوالدو فيريرا في الموسم ده مع الزمالك. طيب ايه الحاجات اللي احنا شفناها في الزمالك مختلفه عن الفتره اللي فاتت مع فيريرا؟ اول حاجه هي فكره الضغط العالي، واحنا معانا شويه حالات كده نعرضهم واحنا بنتكلم. فكره ان حالات يا شباب لو جاهزه معانا يا ريت نعرضها. نادي الزمالك ان هو يضغط من اول المباراه، بنتكلم باربع او بخمس لعيبه، بنتكلم الثلاثي الهجومي بالنسبه للزمالك، بنتكلم على سيف الجزيري، بنتكلم على زيزو، بنتكلم على مصطفى شلبي، ووراهم دونجا وسيف جعفر، ضغط وضغط شرس. لاول مره نشوف الزمالك من فتره كبيره كانوا بيضغط كمجموعه مش بيضغط كافراد. كان واضح جدا ان الثلاثي الهجومي بوجود الثنائي اللي هو رقم 8 في نص الملعب كانوا بيضغطوا بشراسه جدا. حصلت في كوره في اول 7 دقائق في المباراه كان كوره ميته، سيف الجزيري ضغط بشكل كبير جدا، وما بعد كده حصل الضغط مره ثانيه من سيف جعفر، وحصل ضغط ثالث من زيزو. قدر الزمالك ان هو ياخد الكوره قبل ما الزمالك يحرز الهدف بتاعه، كان من ضغط من سيف جعفر. فده رقم واحد. رقم اثنين هو تثبيت زيزو في الجانب الايمن، تثبيت زيزو في الجانب الايمن كمان مع مذاكره فيريرا لفرقه الترجي، وجود نقطه ضعف بالنسبه للترجي في الجانب الايسر بتاعهم اللي كان بيلعب فيه حسام الدقدوق اللي هو كمان بديل. ده ادى للزمالك افضليه خلال المباراه بشكل جيد جدا، وجود زيزو في الجانب الايمن والتركيز على الجانب الايمن. كره هدف الزمالك الثالث، كل ما محمد صبحي يستحوذ على الكوره بيلعب الكوره الطوليه، حمزه المسلوسي يقطع الكوره يلعب الكوره الطوليه، كله في الجانب الايمن. وطبعا سيف الجزيري يعني تألق كبير، يعني سيف الجزيري قطع في 6 ثواني مسافة 45 متر في الهدف الثالث، يعني وده رقم كبير جدا بالنسبة لسيف الجزيري. وفي الدقيقة كام؟ في الدقيقة 91، فده يعتبر حاجة جيدة. فأولا الضغط العالي، ثانيا هو تثبيت زيزو، ويعني جوزوالدو فيريرا قرر ان هو يثبت زيزو في الجانب الايمن بعد ما كنا بنشوف ان هو بالظبط كان بينقله على الجانب الايسر او في عمق الملعب وكان ما بيبقاش مؤثر بشكل كبير جدا. وثالث حاجه اول مره نشوفها مع الزمالك في الموسم ده، وجود دونجا في مركز رقم 8 واللي ادى للزمالك افضليه كبيره جدا في الضغط من قدامه والاستحواذ على الكوره. ودونجا فاجئنا، دونجا يعني متعود ان هو بيلعب رقم 6، كان بيلعب مع بيراميدز رقم 6، لكن وجوده في مركز رقم 8 كان مدي للزمالك افضليه بشكل كبير جدا. سيف جعفر ادى اداء كبير لكن لسه ممكن يبني عليه. نجوم المباراه من وجهه نظري طبعا زيزو كارقام وصناعه، بس انا بالنسبه لي سيف الجزيري